القرار الدوائيين وأضاف لفترتنا الإخبارية. ضمن الاجتماع طرحنا عدة مواضيع، وطرحنا عدة مواضيع رئيسية فيها، منها تطوير الصيادلة، منها أعداد الصيادلة للقسطنطينيين وفي تعليم معالجة الأعداد الهائلة على مقاعد الدراسة والعاطلين على رأس الأصوات الحالية، مهنة الصيدلة وأهميتها الأولية، وتجنب المرضى حالات المستعصية ودخول المستشفيات التي تكلف الدولة والمواطن أموال باهظة وكبيرة، وهذا دور رئيسي للصيدلي تم الإعلان عنه، يجب